كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتي ويكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الحديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبلها إبراهيم من قول إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف أخوه عبد إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أم اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقط بعض السيارات كنتم فاعلين. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحين. أرسلوا معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. ولما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوا في غيابة وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. ولما ذهبوا به أجمعوا أن يجعلوا في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكل الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة وأرسلوا واردهم فنادوا وهو قال يا بشرى هذا غلام. وأسروا بضاعة والله عليم بما يعملون. وشروا بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الحديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد كنت مهم بها لولا أن رأى برهان ربه. كذلك لنصرف عن السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. إنه من عبادنا المخلصين. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها الباب. واستبق الباب وقد قميصه من دبر وألقى يا سيدها لدى الباب. ما
واستبق الباب وقلد قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن وعذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد أهلها إن كان قميصه قد من قبل فزنقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من قبل فزنقت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر فقال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفر ربك إنك كنت من الخاطئين قال نسوة بالمدينة وقالت نسوة في المدينة امرأة عزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين ولما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن واعتدت لهن متكوات كل واحد منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما Thank you.